تضرب البيت ما شاء الله بالسلامه وربنا يكدرنا نكمل مع الشباب ان شاء الله على اخونا محمد. وكمان احنا في معنى المتبرع بباقي المبلغ رفض انه يجي وهو انسان بس انه بده فعل خير ما بده اسمه اللي تبرع في باقي دكتوره لفه شوي بس بعدين تم دعوتي من قبل راية اف ام لتجربة فريدة من نوعها في الوطن ليكون المحافظ هو المذيع في برنامج يقدمه الزميل محمد نصار اسمه مع الناس لاستماع هموم الناس واحتياجاتهم. كانت اغلب الاتصالات من محافظة طول كرم. بعد البرنامج تم متابعة هذه الاحتياجات، وجدنا ان هناك احتياجات انسانية علاجية ادوات مساعدة تم تأمينها بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين، واليوم تم تسليم العديد منها والمبالغ المالية للأدوات المساعدة. طبعا كل هذا بالتنسيق مع محافظة طول كرم من اللحظة الأولى، ونحن اليوم بمظلتهم في المحافظة لأنهم أيضا دائما هم السباقون لخدمة المواطن، وهذا كله بتعليمات فخامة السيد الرئيس لكل المحافظين بمتابعة هموم أبناء شعبنا أينما تواجدوا. وأيضا سيكون لنا هناك زيارات لبعض أسر الأسرى العزيزين علينا جميعا. رسم البسمة على شفاه ذوي الاحتياجات الخاصة. سمعت الدكتورة ليلى غنام بالنداء من هذا المواطن فايز الجابر بأنه بحاجة إلى طرف صناعي، فتواصلت مشكورة مع عطوفة المحافظ عصام أبو بكر وفعلا لبت النداء وقامت بتلبية احتياج هذا الطرف الصناعي لتمكين هذا المواطن من العيش بهناء كباقي الشعب على الأرض. فنحن شاكرين جدا للدكتورة ليلى غنام لما تقوم به من خدمة لأبناء المجتمع.